عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام في الدرس الأربعين معانا من سلسلة تعلم برنامج الكت. النهاردة بإذن الله هنشرح في الدرس الأربعين، ولكن بعد ما خلصنا قائمة الدرو والموديفاي روتيشن واللايرز النهاردة بالظبط خلصنا حوالي 80% من برنامج الكت. لأن برنامج الكت بالظبط أنا مش هقولك هنشرح لك كل حاجة أو هنديك كل حاجة، ولكن إحنا بنتكلم فإن أنا بالظبط كده اديتك كل الحاجات والأوامر إنك ترسم بيها وإنك تظبط اللير بتاعتك وإنك تظبط الرسمة بتاعتك. ناقص لي مرحلة بسيطة جدا اسمها البلوك، مرحلة بالظبط كده الخصائص بتاعة الخط، وناقص المرحلة الأخيرة معايا إن أنا بالظبط أعمل فريم لوحة وأطبع اللوحة معايا. في وسط الحاجات دي كلها إن شاء الله يعني بالظبط هيجي بعد كده فيديوهات تانية هيكون تكات بسيطة أو خفايا بسيطة من خلالها ممكن تعرف أكتر عن الكت. أوكي، نيجي هنا بالظبط هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها البلوك. يعني إيه بلوك؟ عشان نفهم كلمة بلوك، دلوقتي لما أجي أعمل حيطة وعامل فيها الباب بتاعي، لو بصيت كده هلاقي إن الباب بتاعي عبارة عن خط وعبارة عن أرك، مش متعرف في قلب الكاد إنه بالظبط عبارة عن دور، تمام، ولكن متعرف ان ده خط لوحده وده ارك لوحده. فلما اجي اعمل موف لازم احدد الاثنين دول مع بعضه عشان اقدر اعمل لها موف او اعمل لها كوبي. تمام. طب دي مشكله معايا في ان انا مثلا لو عندي في مبنى كامل مجموعه ابواب كتيره، والباب ديت مثلا عايز اعدل عليها مره واحده، هل همسك كل باب باب واعدل عليه؟ طبعا مصيبه كبيره. طب هل مثلا عايز احدد الباب دي كلها مره واحده، حددها ازاي؟ طب عايز اخد الباب دي كلها كوبي في حته تانية، هفضل احدد كل ارك وكل لاين؟ فبالنسبه لي الحل ان انا اعمل بلوك. طب ايه هو البلوك؟ البلوك بالظبط كده ان انا بيعمل لي زي جروب، ان انا بدل ما ده خط وارك فبحوله بلوك واسميه دور، فيبقى الارك واللاين مع بعض الاثنين اما اجي احددهم بمسك سن او طرف اي واحد فيهم فبيتحددوا كلهم مع بعض. نيجي نشوف كده، نشوف قائمة البلوك هي القائمة اللي فوق ديت، أو إن أنا أقدر بالظبط من حرف البي هيظهر لي بلوك أول حاجة وأدوس بلوك ثم أعمل اللي أنا محتاجه. فنيجي بالظبط كده، أنا طبعا مظبط اليونت بتاعي على المتر، أعمل كده الحيطة ديت وليكن ده بالظبط كده بيت بالنسبة لي. معلش أنا لسه عامل كاد جديد، فبالنسبة لي في حاجات لسه ما ظبطتش، فبظبطها على السريع بس كده. اوكي خلاص كده ظبط. اجي اعمل لاين ارسو، عملت اللاين بتاعي، جيت عملت ارك سنتر ستارت، اعمل كنترول. ده كده بالنسبة لي اللاين والارك. بالنسبة لي كان مسمى انا شايف، فانا بقول ده باب، ولكن بالنسبة للكاد انت عبيط يا باشمهندس، ده عبارة عن لاين، ده عبارة عن ارك. تمام. طب اعمله ازاي ان هو يكون عبارة عن بلوك؟ اوكي هقول لك ازاي. اول حاجة بنروح محددين الحاجة اللي انا عايزها تبقى بلوك، وادوس من حرف البي او ادوس من فوق كرييت. هنا بالظبط بيظهر لي القائمة ديت. القائمة ديت بتقول لي اول حاجة انت عايز البلوك اللي انت عملته ده او الحاجه اللي انت اخترتها ديت عايزها تبقى عباره عن ايه؟ فبقول له عايزها تبقى دور. تمام يا باشمهندس انا كده فهمتك. طب تاني حاجه انت عايزها تبقى ايه؟ هل عايزها اول حاجه ان اما اجي احدد او اعمل موف مثلا للبلوك ده يتحدد من انهي نقطه بالظبط؟ عايزها تكون على السكرين زي ما انا شايفها كده، ولا اعملها باك بوينت؟ الافضل انك تعمل باك بوينت. اعمل باك بوينت واقول له اما اجي انقل مثلا اعمل موف للخط او اعمل كوبي امسكه من النقطه ديت. تمام. دي كده كانت اول خطوه معايا. نيجي للخطوه الثانيه، ولا اقول لك تسيب الخطوه الثانيه دي بعدين، نمسك الخطوه الاولى معايا ونكملها. نعمل اوكي، نيجي نمسك الباب كده هلاقي الباب كله اتحدد على بعضه، نيجي نعمل له موف اتحدد كله عن بعضه. طب اتبسك من النقطه دي ليه؟ لان انا كنت عامل باك بوينت عند النقطه ديت. اوكي طب يعني المسمى بتاعه ايه دلوقتي؟ هقول لك المسمى بتاعه ايه. المسمى بتاعه عبارة عن دور، اتعرف كأنه بلوك وإنه دور. أوكي طب تمام. نيجي نشوف بقية الخصائص التانية. أول حاجة نمسك الخط ده كنترول سي بي ونعمل كوبي، نمسك الباب ونعمل اكسبلود بحيث يتفك الاتنين يتفكوا. أوكي طبعا احنا عارفين إن الاكسبلود لو عندي خط أو حاجة متقفلة على بعضها فهي بتفكها.
نمسك الخط ده، طبعا ده متعرف كأنه باب، ولكن ده عشان منفصل على بعضه، فعندي لاين وعندي الارك كل واحد لوحده. اعمل كنترول سي بي 3 مرات عشان نشوف الفرق دلوقتي. حلو حلو، نمسح ده كده مش محتاجه، ونخلينا في التلاتة دول. اول حاجة نمسك ده كده، ندخل نعمل كرييت، نكتب هنا دور 2 باك بوينت هنا، ثم اجي على حتة هنا بالظبط بقى، دي التانية بالنسبة لي. ايه هي التانية بالنسبة لي؟ اول حاجة عندي ريتين وكونفيرت بلوك وديليت. اول حاجة عشان نفهمهم، الريتين عبارة عن ايه؟ بيقول لي ان انا هحط لك البلوك داخل الكاد، احفظه لك داخل المشروع بتاع الكاد، بس في نفس الوقت الشكل اللي معاه دلوقتي مش هيخليه بلوك، يعني برضه هيخلي اللاين لوحده والارك لوحده. نيجي نشوف كده. اه لسه يا باشمهندس انت ضحكت عليا، البتاع مش بلوك. والله هو بلوك، بس انت اللي طلبت انك تعمل ريتين. ريتين قلت لك هسيب لك نسخه جوه الجهاز، والنسخه التانيه انك شغال عليها دي مش هيحصل لها حاجه. طب فين النسخه اللي جوه الجهاز؟ بلاقيها بالظبط من انسيرت، هلاقي ان انا عندي حاجه اسمها دور 2 اللي انا لسه عاملها دلوقتي، واقدر امسكها من الباك بوينت بتاعتها الاصليه. تمام. نيجي لتاني حاجه معايا، نروح ماسكين دي كده ونعمل كرييت، نخليها دور 3، ثم باك بوينت هنا، ثم نيجي نعمل حاجه اسمها كونفرت تو بلوك. كونفرت تو بلوك، واحد هيسيب لي نسخه جوه الجهاز، الثانيه انه هيسيب لي نسخه على الشاشه اهي، دي مسكها لي كانها بلوك، اقدر احددها واقدر اعمل فيها اللي انا عايزه. في نفس الوقت ساب لي جوه الجهاز دور 3. تمام. نيجي على تالت واحده معايا، واعمل بلوك بي انتر، نسميها دور 4 باك بوينت مثلا من هنا المره دي، ونعمل ديليت. هيعمل لي ديليت ان انا هيمسح لي الشكل الحالي، ولكن هيسيب لي نسخه بالجوه. اوكي باشمهندس انت اختفت. لا ما اختفتش، انت بتسميها ايه؟ دور 5 دور 4. ندخل على السيرت هنلاقي دور 4، حتى ما نيجي نمسكها تلاقي الباك بوينت بتاعها ماشي من هنا بالظبط. اوكي يبقى انا دلوقتي عرفت القايمه بتاعتي كلها. تالت حاجه في القايمه عشان افهمها لكم، ان انا مثلا جيت عملت اللاين ده كده، رحت مديله دايمنشن، طلع معايا الرقم ده، ورحت ماسك الدايمنشن اديته الرقم ده. خدت مثلا الخط ده والخط ده ومسكت دول كده، عملت لهم بلوك، سميتهم مثلا دي اي ام دايمنشن 1. اوكي دوست خلصها كونفرت. اوكي مسكت دول كده ورحت عامل سكيل، دي 7.9 ودي 8.4. ايه اللي حصل؟ ما حصليش اي مشكله، ودي في ذات نفسها حاجه كويسه جدا، انه بيحافظ على الشكل بتاعي مهما كبر. يعني ايه بالظبط يا باشمهندس؟ يعني واحد مثلا يطلب منك سكيل 1:50، تمام؟ فبالنسبه لي سكيل 1:50 ده، لو انا مثلا عندي خط وعملت سكيل 1:50 هيتغير الابعاد بتاعتها. لو جيت بصيت كده لاين ورحت عامل دي دايمنشن اهيت عباره عن اهي، اوكي، ورحت عامل سكيل خليت دي 2، عملت 19، ده عملت ضعف ليها. تمام. ولكن لما اعمل دي بلوك بالنسبه لي بيحافظ على الابعاد بتاعتي. تمام. عشان لو ظبط السكيل بتاعي 1:20 1:50، ملاقيش مثلا عامل كرسي عندي الارتفاع بتاعه 60 سنتي بسكيل 1:1، وما اجيب مثلا اعمله سكيل 1:100، تمام، لقيته اتقسم على 100، لا يبان في شكله الطبيعي بالبعد بتاعه الحقيقي. تمام. طب دلوقتي انا خلصت الحوارات دي كلها، نمسك شباك، نخلي الشباك ده في خط اوكي، نمسك الشباك ده، نعمل الخطوه الجايه، خطوه التعديل على البلوك. ازاي اعدل على البلوك؟ هل كل مره اضطر ان انا اعمل اكسبلود؟ اضطر ان انا كل مره عندي مشروع فيه 20 بلوك للباب همسك كل باب واعدل عليه؟ لا، اول حاجه بس نعمل دي بلوك نسميها ويندو باك بوينت. اوكي كونفرت، عايزين نعمل برضو حاجه كده افهمها لكم على طول، نعمل حاجه اسمها سكيل انفورملي، اللي هو بالظبط مش هيأثر في السكيل حتى لو الموضوع باظ معاك. يعني نمسك دي كده، مسكتها طيب بلوك كويس ابن ناس، جيت البلوك ده بعد ما حطيته
لقيت ان انا عايز اضيف فيه حاجه بسيطه جواه، لون، اي حاجه عايز اغير لونه. جيت مسكت كده ورحت قلت ايه، غير اللون بتاعه، ما تغيرش يعني، حتى لو حطيته على لير مثلا معينه ما اتغيرتش. اعمل ايه فيه؟ عايز اعمل له فيلت. جيت اعمل فيلت، قلت له من هنا لهنا ما فهمش. عايز اعمل له حاجات ما بتغيرش، البلوك مقفوله يا باشمهندس ما بيفتحش معايا، اعمل ايه؟ هتروح دايس، يا اما طبعا ده اسمه ويندو، يا اما من ايه ده هنا هيقول لك دي القوائم، دي القوائم اللي انت عملتها عندك، بلوك اكتر ويندو وادوس اوكي، او الافضل ان انا ادوس مرتين عليه، ادوس مرتين هيقول لي ده عباره عن ويندو، هقول له اوكي. ادخل عليه بقى، يظل الشاشه بتاعته الطبيعيه الهوم، اعمل مثلا فيلت بين ده وده، طبعا ممكن اعمل ده اكسبلود، طبعا العب فيه براحتي. ادخل على الفيلت اقول له اعمل لي ريديوس اوكي، خليها مثلا 2 من 10 بين دي مثلا وديت اوكي، ودي ودي. هقول له يا باشمهندس ايه رايك في اللون ده، لو نخليه مثلا لون احمر، وده كده ودول كده نخليهم لون ازرق. رائع يا باشمهندس. رحت عامل كلوز، قال لي تعمل سيف، قلت له سيف. ايه اللي حصل لي؟ غير اللي انا عايزه بالظبط. اوكي. طب دلوقتي يا باشمهندس المشروع بتاعي كله كان فيه 10 شبابيك، او والله زي ما بقول كان فيهم 10 شبابيك. ال10 شبابيك كالتالي، ومحطوطين بقى في الغرب وفي هنا وهنا وهنا، ومشروع هنا، والدور الاول والدور الثاني والدور الثالث. طبعا انا مظبط، طبعا عامل بلوك ويند 1 مثلا لشباك عرضه 70 سنتي بتاع الحمام، وعامل ويند 2 شباك متر 20 للريسبشن، وعامل دور. فدلوقتي جه الباشمهندس قال لي لا 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 لا، انا مش عاجبني كل الشبابيك بتاعت الحمامات وعايزك تغيرها لي، هل همسك كل شباك واعمل له ريدد؟ لا يا باشمهندس. طب هعمل اكسبلود ثم هعمل اعمله بلوك نقطه تاني؟ لا. طب ايه الحل؟ الحل يا باشمهندس، اولا انت لما جيت عملت البلوك ده انت سميته باسم ويندو، اوكي، ويندو 1 وليكن ويندو 2، وما جيت عملت كوبي ليه، فنفس اللي انت عملت لهم كوبي اتسموا بويند 2. يعني لو جيت بسكت ده كده هيقول لي ده عباره عن ويند، وده عباره عن ويند اللي انا مسميه في قلب البلوك. فلما اجي اغير في واحد يا باشمهندس هيتغيروا في باقي البلوكات اللي لهم نفس الاسم. ندوس كده نعمل اوكي، اروح حاطط دايره في النص كده، او دايره هنا كده ودايره هنا كده اهو بالظبط، اتغير لي في كل المشروع كله. دلوقتي مثلا ده الباب بتاعي، وده الباب بتاعي، وده الباب بتاعي. حلو حلو. عايز حد، عايز اغير الباب ده، اروح داخل عليه دور 4، اروح ماسكه اغير اللون بتاعه، اخليه لون اخضر بس كده، واخلي مثلا الباب عامل كده، باب اهطل يعني مش هضحك عليكم، واعمل كلوز سيف، الاقي اهو التلات بابين اتعملوا كده. عايز مثلا بقى اغير في واحد بس لوحده، فممكن ادوس عليه واعمل كليك يمين ثم اعمل اكسبلود ليه، ومن هنا اقدر مثلا العب في اي حاجه بالنسبه لي زي كده. اروح ماسكه من اول جديد، اعمل له بلوك، بلوك اهوت، واروح مثلا اي اسم دلوقتي حاليا دي اس دي، واعمل له باك واحط النقطه ديت واقول له اوكي، وده بقى لوحده. طب هل ما اجي اعدل في ده هيتعدل في الباقي؟ لا. ليه؟ لان ده انا سميته ببلوك جديد دي اس دي، اوكي، اما دول ملهمش، هم بنفس البلوك الواحد. تمام تمام ممكن نخرج بره كده، ندوس على ديت بلوك، دي بلوكات برضو يعني هي اسمها بلوك يعني، اوكي، مثلا شبابيك، ابواب، اي يكن. بسم الله بسم الله بسم الله، يلا يلا انت تقل توك عليه. بسم الله بسم الله بسم الله. اوه يا لهوي، دي البلوكات اللي التقيلة اللي معايا، محبش افتحها الصراحة لانها تقيلة قوي، تقيلة بطريقة لا رهيبة. اوكي، ابص لو مسكت كل واحد فيهم هلاقي ده بلوك، مثلا بص على ده كده، قال لي ده بلوك تيبل رقم 23، امسك ده واعمل له كنترول سي، واروح داخل عندي دي كده، وعملت كنترول في. حلو حلو، ده كده بالنسبة لي عندي مطعم كبير
المطعم ده رحت رايح اديته شوية كوبي بقى او ميرور او اي حاجة للمطعم بتاعي. باشمهندس بتاع الديزاين، انا مش عاجبني الشكل ده، حاسس انه كبير، او بص انا عايز اللون بتاع الترابيزة ده مش عاجبني، عايزك تغير اللون بتاعي. روح داس على مرتين، قال لي ده عبارة عن تيبل، قلت له اوكي. روح ماسك دي كده، قلت له باشمهندس انت عايز ايه بالظبط؟ قال انا عايز الترابيزة بتاعتي تكون لون احمر، تمام، وعايز كراسي لونها باشمهندس بقى يعني ايه لون كده خفيف، لون بني. قلت له باشمهندس من عيني خليتها لك باشمهندس لون البني بتاعك اهو، دوست اوكي، شكرا باشمهندس. اجي ابص كده لا فعلا كلهم غيروا معايا، لانهم كلهم عبارة عن بلوك. اوكي كده يكون خلصنا حلقة البلوكات معايا، والله حلقة جميلة. مفيش حاجة انك هترسمها الا ما تعمل بلوك. طبعا نسيت اقول لكم على حاجة، اخر حاجة نعملها اللي انا عملت انسرت هنا لجميع جميع البلوكات اللي معايا في قلب المشروع، بحيث لو مسحت اي حاجة اقدر ارجعها من هنا تاني. اوكي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.